تقهير هذيك خالتي درك والله. ما عرفتيش دابا قادر تقول خالتي. الله يسهل تقهير. جيك تقهير. ما توقعتيش تقهير. عرفتيش علاش؟ عرفتيش علاش؟ خالتي كنت كنفضل على موي. خالتي كنت كنفضل على موي. ديك الدورة اللي رجع واحد شوية ورايا قرطاني من هنا ضربني لوجهي. ضربني لوجهي. واش الموس ولا الموس. موس داك ديال كي تطوى. سبعية. ضربني الوجه الضربة الأولى فاش ضربني الضربة الأولى اش قلت لي أنا قلت لي حشومة عليك اش أنت اش كدير؟ متوقعتيش يدير. متوقعتو اش قلت لي اش درتي؟ قالت لي علاش ضربني أنا شيني وين؟ عطا خرجت يد حطت في جنو قالت لي تحرك نفسك تحرك نفسك. خالتي خالتي قالت لي تحرك نفسك ونخرج هي هزا حركة درك وقالت لي قالت لي راه ضربني. لا حلم ما عاود لينا الاعتداء اللي طرا ابن ديالك من طرف خالتي. قلت لك هي هي ديما كتجي كتعايرني ديما اختي ديما كتجي كتعاير كتجي كتعاير كتجيب الجنوي دايره كتقول لي ما انا باغا نقتلها. شنو هو الاسباب اللي خلاها دير هادشي؟ ما كاينش سبب. كيف ما سمعنا من ابن ديالك قالت كتعاود عليا كتقول لي اه هادي راه نقول لي يعني دين هي ما لا دابا نقولوا السبب الاصلي علاش غدير لولدي هك ما كاينش. هي شنو كتمشي كتقول لي قالت فيا قالت عليا لحقت الهضره لهكا وانا ما عنديش كاع الوقت فاش كنلحق الهضره. انا لحد كنخدمه تلحق مع خدام انا عند شي ناس كبارين مقابلهم يعني تلحد كنخدمه. اش وصفك هي بانك ما مزياناش وما مزياناش كتجي هنا عند الجيران دابا الا بغيتي الجيران تشوف نسمعهم بودنك شنو كيقولوا كتجي اه ما مزياناش فعلت تركا قالت دارت كنقول انا نخليها انا يلاه مكافيه مع ولادي. هي اختي صغيره ولا كبيره؟ زايده عليا زايده عليا انا الكبيره فيها هي تابعاني. كنقول لي خليوها تعير انا يلاه مكافيه مع مشاكلي ما عندي ما ندير بديك المشاكل الزايده صافي. بقات هكاك بقات هكاك لمده دابا شي عام حتى النهار الاربعاء بقات جات من الصباح هي كتعير من تقريبا 12 قالت لي بنتي اللي عيطت لي قالت لي من 12 هي كتعير تقربت نخرج انا عاد قالت لي بنتي صيفط لي اوديو قالت لي ماما واش غتجي قلت لها قريبه قالت لي ورا خالتي كجات راه من 12 هي كتعير هنا وهرسات السرجم هرسات الباب فوق الزن كضرب بالحجر. قلت لها علاش قالت لك ما عرفناش علاش رحنا سادين علينا وهي راه كت صافي بقات كتعير. مني جيت انا طلعت ما بانتش لي في الزنقه يلا دخلت للدار حتى كنسمع ثاني كتعير كان سمعها كتعير 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 شويه طلعت عد هذا عد نسيبنا هو كاين هنايا طلعت عنده جا هذا قال لي ماما اعطيني النمره التليفون ديالك. قلت انا ما عنديش نمره التليفون ديالها صافي خرج. قلت لي اجي بلا ما تخرج ما عرفتوش انا فين مشى اصلا مني خرج ما عرفتوش. ولدك هذا كان يلا جا من الخدمه يلا جا من الخدمه جاي صافي هو يدور قال لك كتعير ثاني مشى عندها قال لك بغيت نشدها نقول لها زعما ما تعير علاش كتعير هاد الهضره الخايبه ما عندك علاش تعير. قالت لي انت ماشي شغلك تدخل سوق راسك جا دخل قال لي خلا قال لي حنا بقى عندنا فين رد وجه هنا من بنادم بهذا المعيور. قلت لي صافي خليها كتعير فيا خليها تعير اجي صافي جلس واحد شويه كنحسوا بها هي مشى الصوت ديالها ما بقاتش كتعير عاد جا نسيبها دق عليه قال لي بغا يتقارو قال لي هو ما عنديش قارو قال لي هو بغيت نقارو ما عنديش باش نشريه قال لي هاك هالفلوس قال لي عاوند معايا داه مشى ما عاد شرا معاه القارو ورجعوا قال لي تعالى نبركو هنا نتكيفو حنا كاينه حدانا قلت لك واحد العرسه هنايا قال لي يلاه عاود نتكيفو ما ديه مني قربوا عندها دار هو قال لي من وراه انا ما كنتش معاه اي الكل اللي قال لي ولدي قال لي دار من ورايا دار يدو على كتفي والله ياكلي بالموس. عاود خرجت هي حطت لي الموس على جنوي على كرشو قالت لي عير دير شي حركه لنفسك حلت لي الجاكيت خذات لي التليفون خذات لي الفلوس وبعدات منه قال المهم انا قولي كيقول لي ولدي قال لي بعدات مني قال لك ديك البعده اللي بعدت قالت لي جبد لي مسار ما بغيتش مسار نو قدامي علاش هي قالت لي انت خارج لهاد السوق علاش خلاش ما فهمتش علاش يعني انتقام تنتقم مي انا بولدي ملي انا ما جاوبتهاش ما كانت تجي كما كنجاوبهاش انتقام. قالت لي بغيت نشوف مسار نو قدامي هو ديك الفرصه اللي تزعزع منه الدري دفعو اهرب تبعو حتى للشارع حتى لهنا حتى للزنقه تبعو كيجري وكون ما دوك البنات كان غيتبعو ماشي كان غادي يقتلو ولا اش غادي يدير فيه. المهم
المهم صافي مني جاني ولدي هكاك عيط للجندارم، جاو جابوا لابيلانس معاه، خرجوا صوروا داكشي كله، وفي الاخر ما داروا معايا والو. هاي سفرتي كفيها 35 يوم، يعني درك تكمعتي قال عند المخزن، ما خاصهاش تبقى حتى نهار ما يبقاش سارحوا فوق الارض هنا، وهو باقي كيدور هو وياه. مني قلت لي ما شنو درتو، ما قال لي ما كاين والو. ها مساكنين حداك هنا ولا فين؟ هي ما ساكنهش حدايا، هذه هي المشكله، انا بيني وبين الطريق، يعني الا ما بغيناش نتشافوا على 10 سنين ما نتشافوش. هي راه كتكون في دوار مزاب، وانا هنا وهي كتجيني من الدوار له، كتشبع في معيور وكتزيد. هي ملي كتجي عندك تعيريه كيف كل القوى العقليه، ما دير حتى مخدر ما قلتش. وانا ما كنخرجش ليها اصلا، اش غنخرج؟ عباد الله كتعايروا، هي كتعاير بالهضره، ولا جينا غنتعايروا بديك اللي كتعاير بيا، راه غنبقاو نهضروا بامنا وبجدنا وبحبابنا بكلشي. اش غنولي انا مثلها؟ اش غادي يقولوا الجيران؟ اش غايقولوا لي انا ولادي؟ اش غايقولوا لي بناتي؟ يعني اش من نظره غناخذ نعطي المجتمع بان انا ما كنسوى والو؟ علاش غنتجاوب معاك نخليها كتبقى تعاير؟ يعني بنادم ملي كيحقرك راه حقرك صافي، كتصبري في حقك. واصلا انت من الجيران ملي كيقولوا لها حشومه كتقول لي ما انا نقتل نمشي للحبس، انا بخرجوها ليا نقتلها. كي دايره هاد الاخت ديالك قبيحه صافي، راه قبيحه وراه باينه من لما اللي كتهز عليك الجنوي وتقول لك انا غنقتلك، يعني هذا بقاش فيه حس الانسان؟ وراه دايره الجنوي هنا في الساك ديالها، رابطاها بالسنتة كحله وجابت للعيالات قالت لهم سيروا خرجوها عندي. قلت لمني جاتني المره انا قالت لي خرجي تفاهمي مع اختك برا، قلت لها شوفي بغات تجي عندي لداري، انا ما عندي علاش نتفاهم معاها، ما لحقاش ليها ما كنتفاهم معاها علاش نتفاهم معاها. هادشي اللي وصلت وليد دابا نتوما كاين وراه شي حاجه، ما يمكنش غتكون واحد الاخت ديالك شي الا عندها هي في دماغها شي حاجه، انا ما عنديش. الا عندها هي شي حاجه من جيتي انا بعدا ما عنديش، بيني وبين الخير والحسن هذيك بنت امي وبويا عليا بالتقار صافي، ما عندي لكم شي حساب قديم ولا شي مع احنا اصلا ما مخليش لينا بونا حتى البلاد، علاش غنكون عندنا حساب قديم ولا ما حساب؟ مخلي لنا واحد الدويره قداك راه ساكنه فيها الوالده وخويا، يعني ما عندناش كاع علاش غنتخاصموا. الوالده فراسها هادشي اللي هو الوالده فراسها اش قالت؟ واش قالت؟ ما عندها ما قالت، الوالده لا مريضه تاهي عندها الاعصاب، عندها البروده زحافه بها، اش غدير لك الوالده؟ ما ندير لك والو. الضحيه ديال هاد النزاع والام ديالي، الضحيه ديال اللي جات في هادشي كله اللي دفعت الثمن هو ولدي. شحال من ولد عنده تقريبا؟ عنده 25 في الوجه من برا، وعنده 16 داخل اللي كوا والي به الليزر. تقاسوا لي العروقه، يعني تقاسوا لي العروقه، تقاسوا لي كل شيء. يعني اشنو انا غيطلعني دابا مني ولدي تعطب وتولي لي كاطريس في وجهو، هو كيخدم في الطاسرون كيخدم على الناس، كي غادي يبغي شي واحد يدخلو لدارو؟ الا شد شي بريكول غدخلو شي مرا لدارها، غيدخلو شي راجل لدارو، اول ما يشوف فيه سيكاطريس غايقول لك هذا اش مكان ندخلو لداري؟ يعني خرجت عليه، خرجت لي على مستقباله، خرجت لي على كل شيء، يعني ما على ادخالته هذا هو الغريب. هي وها دابا راه هي اللي حردت الولد، هي اللي عيطات الولد هي وبنته وقالت لي راه ضربها، راه ضرب لك بنتك بالزفوط. شي ما كاين وما كاينش، وهاد الجيران كاينين دابا، بغيتي نعيط لك الجيران تسمع بودنك اشنو كيقولوا؟ يا اللي قال لك الجيران هذاك الدري ظالمهم، نفد انا يدي نقول اه ظالمهم، ولكن راه المشكل ما كاينش، ما لاحقينش لا حنا بالمره الا حل ما بين المطالبات ديالك. المطالبات ديالي هي ياخذ حق ولدي، ناخذ الحق ديال ولدي وياخذ حقه النيت، والمخزن يجيب لي حقه، والعدل يجيب لي حق ديالي. حنا نرفضوا له الحق القانون ان شاء الله، تجيب لي الحق ديال ولدي، حيت انا مني دفعت لي مسفراتي كان حتى واحد ما عطاني حق. هو دايعم هو وياه عادي، كطلع لي من هنايا كتبسم بالضحك كتفرك، وانا مكويه فيا. درات شي شحال تقريبا ديال الوقت؟ اليوم الاربعاء بالليل، يعني اليوم اللي فاتت هاد الاربعاء، لا مازال الاربعاء اليوم 8 ايام اليوم، يعني 8 ايام وما دارت لك حتى شي حاجه، ما تخضاش لك الحق ديالك. ولدي هو دابا هذيك كتسير لي بلبه، شوف فاطمه راه سارده، يعني كتكب لي ما كاين والو، ما كياكل، يعني السيول بزز باش كيدوز داك الشيء ديال السيول، يعني حتى حاجه ما عنده. ملي كان الليل الناس ناعسه، الناس ناعسه وهو الناس ناعسه وهو كيتقرح، وانا باركه، يعني ملي كيبدا هو يتقرح راه كيألمني انا. يا شوف هذا دابا دا الوجه بقى ديال شي ولد، يلاه طالع في يعني في الشباب وتا هو باغي يدير براسو وسميتو، غادي يبقى هكا الدري. كيفاش دارت لي انا لولدي دابا؟ كيفاش غنقول لي؟ اش غنقول لي؟ ما ملي يقول لي يقول لك شوف اختك اش دارت،
شوف اختك شنو دارت، اش غتقول لي؟ ودابا الان كي تديرو كيقول لي اختك اختك ما مسوعش ما تسوعباش بينا. قالك خاصني نعرف علاش هي كتجي تعير كتي وانا مالي، انا علاش دارت لي هادشي كامل؟ راح حشومه كاع. لا حليم، الكلمه الاخيره، الكلمه الاخيره هي بغيت القانون ياخذ الحق، ياخذ الحق ولدي، والعداله توقف معايا وتاخذ الحق ولدي على حسن وما يوران. الحمد لله. يعني تشوف الحق ديالو كيفاش غادي يخلصوا ياخذوا لي ياخذوا لي. الله يكون الخير ان شاء الله. كاش طرشي كان انا على بالي والو، انا قلت لك راه جاي نخدم لك كلقى خواتاتي ميتاتا والخلعة. ملي جيت ندور ما لقيتهاش هي في الزنقة، طلعت عند بنت الدري قلت له عطيني النمرة ديالها صونيت ليها. شكون هي هذي خالتي؟ خالتي تقيلة هذيك خالتي دروك والله. عرفتيش دابا قادر تقول خالتي؟ لقيتها تقيلة. جاك تقيلة؟ ما توقعتيش تعرف. عرفتيش علاش؟ خالتي كنت كنفضل على امي. لا لا جد ضربة مني. كنت كنريا عندها في الدار وكنت كنهضر عند مو. لا 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 وجيت عند موت الدري سعاد، قلت لها خالي سعاد لحظة عطيني النمرة ديال الملكة مالا دايرة الحالة كامل. لقيت ان سعاد هي هرست لي الدفعة، قلت لها سعاد عطيني النمرة، عطاتني النمرة صونيتها جاوبني هو نيت عبد الصمد. شكون هذا عبد الصمد؟ هو الدري اللي ضربني. نسيبه خالتك. نسيبه جاوبني قلت له قال لي راه التليفون راه عندي راه كيشحن هكا، قطعت عليه هو جيت نشوفها ليك لقيتها هنا جد جام خارجة من عند وعزة صغير، لقيتها هنا قلت لها خالتي حشومة لك هادشي اللي كديري هي راه تولو وجه ما خليتيش لينا قدامي، راه وجه وجه عندنا راه ولا كحل قدامي هذا كيفاش ديري لي هادي شي ديما كتعيرك ماشي أول مرة، راه ماشي أول مرة صافي. هي هادي قالت هي تما شي شهر تخلص راسك، جيت انا في حالاتي كاع طاحت كتعاير هي تانا شي هضره ماشي هي هاديك صافي. انا جيت انا قلت لقيت والدها قدامها قلت لها دخلي ما تخرجيش عندها، دخلي في حالها. باغي نصدع. باغي نصدع اصلا نصدع عندك ليش؟ على والو. قال قلت لي هذا اللي قال هو قال لي فرسك شي واحد قال جا عندك قال لك فلان قال لك راه قول لي قال لك ماشي هذاك اللي قال لك اللي قال قال فكرة ما شتيش. قال لك قلتي مشي كسبب انه مشي كسبب انك دير هذه شي حاجه ولا انك تجي لي انا وانا شفت قال لك على هذيك وانا مالي اش تعدوا عليا في الطريق وفي الحميه ثلاثه كيفاش استدرجوه كيفاش تجوا عندك جا عندي هنا قال لك خاص قال لك جاك يدق عليا قال لي عصوني تاعي قلت له صوني تاعك لقيت التليفون عندك صافي قال لي ولا قضي معايا واحد الغرض قلت له ما عندي عندي علاش نخرج راه خاتي كتطير هنايا ما عندي ندير هذاك الصداع الراس عندي ندير تقول لي خاص يلا قضي معايا واحد الغرض خاصني باش ناخذ كارو يلا معايا ناخذ كارو نقضي واحد الغرض ونمشي قطيت 20 درهم قلت له سير هاك هذا 20 درهم سير خذ كارو دور حالاتك خليني انا هاني راه الصداع ما عندي ندير ايه تبزيج لك الصداع أكذب عليك أصحابي عمرني ما جات صداع وصداع ما عديش أنا كنصيف صداع هنا في الدار ناقضين وكنخف الدار سيمانة ما كنجيش لها هي تقول لي راه مزيان لا صداع تا كنحس ندور لهم مزيان عاد كنرجع نوض كمل لنا نمشي دغاج خرج أنا وياه من هنايا غادي أنا وياه وصلنا تجيت عندي ليه قال لي هاك جيب لي تلقارو راني ما كنتوش عندي هاك جيب لي القارو نعدي يدي ورجعتي مشيت انا شتي الكارو من عند عدي رجعت عدو قال لي يلا نزيدو ليه نتكيو على الكارو نزلت عليه هي كاينه حدا هذاك البيت ديك الدوره اللي رجع واحد شويه ورايا قراطاني من هنا يدير ضربني لوجي موس ولا شنو موس موس داك ديال كي تطوى سبعيه ضربني لوجي الضربه الاولى فاش ضربني الضربه الاولى اش قلت لي انا قلت لي حشومه لك انت اش كدير ما توقعتيش قلت لي اش درتي قلت لي علاش ضربني انا شيني وين عطا خرجت يد تحطت في شنو قالت لي تحرك نفسك خالتك خالتي قالت لي تحرك نفسك ونخرج هي هزا بحال كديرك وقالت لي قالت لي راه ضربني صلاني شيما
بنت وهي براسها هاز الجنو. انت ضرب شي شيء ولا ضرب شي شيء؟ ولا ضربت الله يشعل هي العافيه. انا ضربت هاد الضرب اللي فيا ما يفراش غايتو يدق ودانا رقصتها. لا طيح حاجه الباط. ولكن راه جيران حاضرين كلشي كي قدام في الزنقه اللي قال لك انا عص عقصتها دفعتها. انشي انا الحبس واخا نضرب. ولكن انا ما قيسهاش علاش يديروا ليا بحال كانوا بثلاثة هزاجنو. هذيك هزا جنو هذيك هزا جنو حاطة عليا. والله نكذب عليك علاش نقول لك لاني شت انا هذيك جنو حطت عليا كوك. إلا صدمتني الصدمة ديالها أكثر من ما تخلات ما والو بالعكس تصدمت. من أقرب الناس ليك يعني خالتك. خالتي كيفاش خالتك راه شي حاجة ما تخيلهاش أنا شي نهار غتحط عليك جنو تقول لك راني نجرد من صار. صافي هذيك جلدت هي فلوس نجي جد 30,000 فرنك وتليفون عادي ورجع الطور قاتي جدين صار نبغي نشوفهم قدامي درك وقاد الدري دار هذاك موس حيد هذاك موس حيد موس نيدو وكون ضربني في هذاك الموس ما حيدوش نيدو بغا يجي الجن كون هذاك الموس في نفس الوقت داري تسط يقول من ديك الزيغة اللي زيغ غاي جو جنو مارت كانوا باغيين يشقردوني ما عرفتش كان هاي جو جنو دار جاكيت حنوك يلا غادي انا ندفعو حنوك تصاد ديك الدفعة اللي دفعتها طاح العين كفا وندردك انا فجي راه قلتلك راه كون شتي البلاصة اللي انا جاي كنجري منها تا الزنقة تقول هذا كيفاش تا ما طاحش في الطريق عاد الدم اللي وقع في ديك البلاصة اللي انا كنحضر عيني الرجلية كنشوف الدم ولا في الارض تقول هذا فاس توصل لهنا قدرش تشوف هذاك الشيء وانا كنقول كيفاش الشيء كيفاش توصلت هنا وكيفاش تنجي ترى العجب لا اله راه الحيط اصلا حيطنا نقص من فوق منه فاش غادي نطلع فوق هذاك الحيط عاد نعاود نرجع تاني نقص وندوز لهنا راه نديك ليه حتى هي تدرك صحيح ما غتقدرش تنقزو نقصتي شي حيط وانت مضروب انا نقص حيط في متر ونص يلا تتشوف فيه بعينك نديك ليه وفوق يجي كيجري من ورايا انا يلا غيزيد حيت هي كتقول لي قتل ليه واش هي نسيت كتحرض هي كتقول لي قتل ليه كذا خالتي قادي كثيرة واش قبيحة واش راه قبيحة هي هي كمعروفة كنت كنباش عندها وكيفاش دير؟ كنت عندها كنضل عندها كناكل عندها كنت كنشرب عندها وصفريني كيفاش داير؟ كيفاش داير اخويا؟ اش دابا المتبع ملي سمعت خالتك وش جنوي وقتل ما يتخيلش كي دايرة خالتك؟ خاص في بلاصة تخيلها تفضل تشوفها على التخيل ماشي مزعزع في عقلها نافع عقلها في كلشي ولكن هي قالك اش نقولك حاشاك كل الغدار خا ما عرفتش دير لي راه قاضي ما يخطر انا راه عمرني ما ظنيت خالتي غدير لي هاد الحال عمرني ما ظنيت كنقولش انا خالتي راه هي حاطه لي الموس وانا كنشوف ليها في عيني ودماغي ما نستوعبش ان هذيك راه خالتي اللي حاطه لي جنو كيفاش لاخالتي اش كديري ولاش وكيفاش ديك الصدمه ما خلاتنيش صافي انا وليت حاشاك صافي مابقاش حد داير داك الضمير واش غيفكر من بعد من وصلتي للدار وشافتك الام وصلت للدار حاجه الوحيده اللي عاقل عليها قالوا هما قالت لي هذيك الفروشه قطع لها النسال ديالها جيت انا هنا نسال الحاجه الوحيده اللي قلتها اليوم هي قلت لها خالتي شيماء عاد صامت وراه قالت لك غترجع صوفيا والله لا خليتها ولا قطعت التنسال ديالها صوفيا الاخت ديالك اختي الصغيره تيش دارت لهم حيت اختي الصغيره مني كانت كتعرف هاد الشيء هضره هذيك ماشي هي هذيك قالت لها شوفي العيب ديالك انت راك حامله حامله ودارت لهم هادشي هادي راه وصلنا اخويا لا خاصنا لا شوش الهضره هادي اصلا هذا اللي كتقول عليه نسيبها غير صاحب بنتها والحمد لله غير من زنقه خويا شنو المتطلبات ديالك انا باغي حقي حيت انا ما دير لي والو
راه قدام الله راه اليوم دنيا غدا اليوم ميتين اليوم حيين وغدا ميتين. الا انا كذبت عليه راه غدا قدام الله ما تصحش ليا. انا باغي حقي عقلت شويه مليحه انا راه عقل على كل شيء. هنا شحال عندك ديال الغرز؟ عندي 25 غرزه وكانوا كيكونوا ليا في الليزر لداخل العروق وهذاك الشيء ما عرفتش انا فاش كانوا كيكونوا. هي عندي شي حاجه لداخل العروق كيكون في الليزر راه ساعة صاحبي عادي الخياطة واش 25 غرزة غيديرو فيها ساعة راه خيط فخذي يا صاحبي وما داروش ليا ساعة ما فاتش ربع ساعة خيط ليا مع 20 غرزة ولا 30 بين المتطلبات ديالك دابا اللي باغي انا هو حقي ما باغي حتى حاجة من غير حقي